قائم دائما. القيامة، القيامة لكل إنسان له علاقة بربنا فهو قائم، وكل إنسان بعيد عن ربنا فهو محب للعالم ورغبات العالم. الذين لا يؤمنون بالله ولا بالقيام ولا بالظهر الآخر لا يرون في هذا الوجود سوى الضيق والألم والشقاء. لأن إحنا كنا هنا موجودين في هذا الظهر من أجل أن نثمر فضائل، نثمر كل فضيلة صالحة وكل عمل صالح لكي يكون لنا نصيب في الأبدية وفي السماء. الحياة ليس ليها معنى ولا هدف إلا من خلال الله. الله هو الذي يعطي لنا الحياة، الله هو الذي يهب لنا كل يوم يوم جديد. يقول كده من مراحم الله أنه مراحمه جديدة كل صباح. الله يعطينا كل يوم حياة جديدة لكي يكون لنا نصلح من أنفسنا وننمو ونستقيم ونكون قائمين في جدة الحياة.